النهاردة عقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج اجتماع بوفد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ونواب المحافظين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لبحث سبل التنسيق والتعاون المشترك لتفعيل أهداف مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج ووضع خارطة طريق ما بين الجهتين بتستهدف تنظيم فعاليات وزيارات ميدانية لعدد من المحافظات لشباب الدارسين بالخارج عشان يتعرفوا أكتر من خلالها على اللي بتبذله الدولة من جهد في مختلف الملفات ومن بينها طبعا رفع المستوى المعيشي لأهالينا في القرى المصرية الأكثر احتياجا في المحافظات. طيب احنا محتاجين ان احنا نعرف تفاصيل أكتر. معانا دلوقتي على التليفون معالي الوزيرة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. معالي الوزيرة تحياتي لحضرتك. مساء النور، اهلا وسهلا يا استاذه ايه. لو حضرتك يعني تقول لنا تفاصيل اكتر عن هذا اللقاء وازاي بيفرق كتير جدا كمان مع يعني شباب مصر الدارسين في الخارج. زي ما حضرتك عارفه احنا من يومين اطلقت وزاره الهجره مركز الوزاره للحوار مع شباب الدارسين المصريين في الخارج، وهي شريحه الحقيقه من ضمن شرائح كثيره أعادتها الدولة بنجاح أثناء أزمة العالقين طبعا في جائحة كورونا. والحقيقة أن وزارة الهجرة استفادت من تواجد هؤلاء الطلبة على أرض الدولة ونظمنا لهم الكثير من الزيارات ومقابلة المسؤولين والوزراء للتعرف على التطور اللي بيحصل داخل الدولة وأيضا للتعرف على المستجدات في قضايا اللي بتهم الوطن. وبعد انتهاء هذا البرنامج قررت وزارة الهجرة الاستفادة أكثر من هذه الشريحة، واشتغلنا على وضع استراتيجية للتعامل معهم والاستفادة منهم. طبعا شريحة عقول المصرية في الخارج اللي هم في بداية عمرهم اللي بيبقوا محتاجين ان هم يتعرفوا أكثر على دولتهم. في الحقيقة حفل إطلاق المركز تشرفنا بطبعا حضور أعضاء شباب أو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكان الشباب الدارسين في الخارج هم بنفسهم اللي بيقدموا هذه الاستراتيجية. عايزة أقول لحضرتك التفاعل اللي حصل ما بين شباب الدارسين في الخارج وأيضا شباب التنسيقية. الشباب في الخارج لقوا أن هناك ما يطلق عليه تمكين الشباب سياسيا على أرض الواقع، زي شافوا شباب يمكن أكبر منهم يعني سنوات يعني ضئيلة إنما وصلوا إن هم يكونوا أعضاء في مجلس الشيوخ ومجلس النواب. عشان كده بعد نجاح إطلاق هذه الاستراتيجية أو هذا المركز على طول تم الاتفاق مع أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن احنا نحط خطة العمل وخارطة الطريق إزاي إن احنا نشتغل مع بعض ونستفيد من هذه الشريحة اللي مستعدة للترويج للدولة المصرية وللدفاع عنها ضد كل الأفكار السلبية والمضللة والكاذبة عن الدولة المصرية. النهاردة ابتدينا ان احنا نضع هذه الخارطة، وان شاء الله هيكون في زيارات ميدانية لشباب الدارسين مع تنسيقية الشباب علشان على سبيل المثال يتعرفوا على مبادرة حياة كريمة، يشوفوا ازاي ان الدولة بتتدخل في مساعدة المواطن البسيط والقرى الأكثر احتياجا. أيضا سيكون هناك جلسة حوارية ستنظمها وزارة الهجرة لتنسيقية شباب الأحزاب مع شباب الدارسين في الخارج، اللي لازم يعرفوا يعني إيه تنسيقية شباب الأحزاب، يعني إيه دلوقتي عندنا نواب محافظين، يعني صحيح. إيه عندنا دلوقتي شباب في البرلمان، يعني إيه عندنا معاونين من الوزراء من شباب البرنامج الرئاسي. مصر الجديدة بكل حاجة ده اللي احنا الغرض منه، ولكن احنا ايضا عندنا قضايا وطنية لابد انه القوى الناعمة من خلال هذه الشريحة شريحة الشباب الدارسين في الخارج يقدروا ان هم يدافعوا عن هذه القضايا زي السد اثيوبيا، زي ملف حقوق الانسان، زي عجلة التنمية وما يدعي بعض يعني الإعلاميين في الخارج إن هناك يعني مستوى الفقر متدني وما إلى ذلك. الشباب دول مع توعية مظبوط مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هيقدروا إن هم يعملوا حملة ترويجية
وقوة ناعمة تدافع عن الدولة المصرية. فالنهاردة يعني الحقيقة هل الاجتماع كان بيدور حول خطة العمل وما سيتم تنفيذه على أرض الواقع. طيب هي ازاي الدايرة بتكبر؟ يعني العدد كان بادئ بقد ايه في شباب الدارسين في الخارج ووصل لحد فين؟ احنا اول ما بدانا ان احنا ندعو يعني شباب الدارسين في الخارج اللي متواجدين على ارض الدوله واللي جامعاتهم اغلقت كنا بنتكلم في 15 شاب وشابه. انما بعد لما ابتدينا نطور من البرنامج ابتدى هذا البرنامج يعني يبقى يعني على مسمع وعلى مرأى الكثير من الاسر اللي حابه ان اولادها اللي بيدرسوا في الخارج يندمجوا في هذه البرامج. فابتدينا نكبر لغاية لما وصلنا إلى 200 شاب وشابة. لما ابتدينا بعد كده هو نتكلم عن هذا المركز ونوري إنه شباب الدارسين الحقيقة هم اللي بيعرضوا المركز وهم اللي بيعرضوا الاستراتيجية، فتحنا باب التسجيل لشبابنا من الدارسين في الخارج للتسجيل على هذا المركز. مش قادرة أقول لحضرتك الإقبال الحقيقة والجاليات حتى في الخارج اللي بتشتغل معانا عشان الشباب اللي بيدرس، سواء شباب بيدرس الخارج أو شباب من الجيل الثاني والثالث اللي بيدرسوا أيضا في الخارج بيسجلوا داخل هذا المكان. طب هو ينفع يكونوا مقيمين في يعني بلاد أخرى ويقدروا إن هم يتفاعلوا مع هذا البرنامج، ولا لازم يكون في زيارات، ولا إيه بالظبط؟ لا مش لازم طبعا، يعني احنا طبعا الغرض ان احنا نعمل منصة رقمية لكل شباب المصريين الدارسين في الخارج. لما حصر لأعدادهم، حصر الأعدادهم، قاعدة بياناتهم، التخصصات اللي هم بيدرسوها، يعني نقدر إن إحنا نعرف تواجدهم. عندنا اتحاد طلبة كثير من المصريين في الكثير من الجامعات في الخارج، كل ده إحنا كدولة مهم إن إحنا نعرفه. إنما المنصة الرقمية أو المركز بتقدم الحقيقة أنشطة وبتقدم زي ما قلت لحضرتك أول جلسة حوارية هتقدم، هتبقى لي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هيبقى في شخصيات عامة بتتكلم. وبالتأكيد زي ما حضرتك عارفة إحنا عملنا أيضا لشباب الدارسين في الخارج تدريبات أو انترشيب داخل الوزارات. فعندنا اللي راحوا اتدربوا في وزارة التخطيط، في وزارة الهجرة، في الهيئة العامة للاستثمار، في وزارة الشباب والرياضة، في البيئة، وأيضا في مركز دعم واتخاذ القرار في مجلس الوزراء. كل هذه الفرص من فرص التدريب ده اللي الشباب الدارسين في الخارج عايزينه، عايزين يشوفوا إذا كانت تخصصاتهم موجودة في مصر. فإحنا بنؤكد لهم أنه بمصر الجديدة يوجد هذه التخصصات، اللي عايز يرجع هيلاقي تخصصه، اللي عايز يستمر في الخارج يستمر ولكن ما ينساش بلده. طيب احنا ممكن كمان نستفاد يعني او نستفيد بشكل كبير جدا من مبادرات اخرى موجوده بالفعل وتميزت من خلال وزاره الدوله للهجره وشؤون المصريين بالخارج. يعني مثلا مصر تستطيع طبعا حصر للبيانات من خلال علماء وخبراء المصريين في الخارج، منهم اكيد ناس يعني متجوزه ومستقره في بلاد أخرى، أكيد ولادهم برضو ممكن يكونوا ينضموا بشكل كبير لهذه المبادرة، يعني أكيد برضو الوزارة فكرت في هذا الأمر. بالتأكيد، لأنه زي ما قلت لحضرتك اللي بيسجل العضوية من حق الشباب اللي بيدرس والشباب المقيم اللي بيدرس أيضا في الخارج، ولكن إحنا بنحصرها في اللي بيدرس في الخارج، لأنه مهم جدا إن إحنا نبتدي نشتغل على الجامعات، نبتدي إن إحنا ندخل في حياة هؤلاء الشباب علشان نقدر إن إحنا نساعدهم ونربطهم بالوطن أكتر ونوظفهم للدفاع عن الدولة المصرية. في أي معلومة تانية حضرتك تحب تضيفيها معنا؟ لا أنا بس يعني طبعا بالتأكيد عايزة أطمن يعني إخواتنا وأهالينا المصريين العالقين في دولة الإمارات في طريقهم إلى الكويت، أو أيضا المصريين العالقين في سلطنة عمان. زي ما حضرتك عارفة وزارة الهجرة يعني أصدرت بيان النهاردة الصبح واتكلمت على موضوع غلق الكويت للطيران أو المجال الجوي لمدة أسبوعين، ومع احترامنا الكامل لسيادة الكويت في قراراتها فيما يتعلق بجائحة كورونا. إنما طبعا بعد مد هذه الفترة عندنا من العالقين المصريين اللي ما زالوا متواجدين على أرض دولة الإمارات العربية أو سلطنة عمان. وزي ما حضرتك عارفة إن وزارة الهجرة كانت اشتغلت الحقيقة بالتنسيق والتعاون مع رجال أعمال مصريين داخل الإمارات، مع مؤسسة مصر الخير، مع بنك
مصر عشان نقدر ان احنا نتكفل بإقامتهم على أرض دولة الإمارات حتى يتم فتح المجال الجوي في الكويت. ولكن طبعا احنا اشتغلنا في هذا الموضوع منذ يعني يمكن منتصف ديسمبر الماضي، ما نقدرش ان احنا نستمر في التكفل بهذه الإقامات، خاصة بعد قرار الكويت امبارح بغلق المجال الجوي لمدة أسبوعين. فالنهاردة عملنا بيان ونشدنا أولا المصريين اللي موجودين لسه في مصر ولسه هيسافروا الإمارات عشان بعد كده ينتقلوا إلى الكويت، نشدناهم بالتريث، مش لازم ان دلوقتي طالما في لسه غلق للمجال الجوي عشان ما ندخلش في أزمة عالقين صحيح. جديدة. والعالقين اللي موجودين دلوقتي سواء على أرض الإمارات أو على أرض سلطنة عمان، بنناشدهم انه متهيألي في الوقت ده يحبذ العودة إلى مصر. فعشان كده بكرة إن شاء الله بنعلن لهؤلاء العالقين طبعا غرفة أرقام غرفة عمليات وزارة الهجرة عشان يسجلوا بياناتهم، ونعرف شركات السياحة اللي طلعتهم إلى الإمارات عشان بالتعاون مع وزارة السياحة نقدر إن للي عايز يرجع نقدر إن إحنا نسهل له عودته إلى مصر حتى تتضح الصورة مع المجال الجوي في الكويت. الأرقام دي موجودة على موقع وزارة الهجرة، صح كده يا دكتورة؟ بكرة إن شاء الله هيصدر البيان عشان للتذكرة بكل أرقام طبعا غرفة عمليات وزارة الهجرة من واتساب ومن إيميل ومن خطوط ساخنة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا معالي الوزيرة السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على كل هذه التفاصيل المهمة.